اهلا بيكم يا اصدقائي. طفلة مشاعرها تتحكم فيها فبتمر بفترات صعبة بتواجهها زي ما عودناكم في كل رحلة مغامرة، ومغامرتنا النهاردة هي شكل تاني. تعالوا بينا استمتعوا برحلتكم في عالم الكرتون واستمتعوا باحداث فيلمنا. فيلمنا النهاردة هو خيالي، بس قبل اي شيء ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. فيلمنا احداثه بتبتدي بطفلة لسه حديثة الولادة اتولدت، وباباها ومامتها كانوا بيتأملوها وهي مولودة. وبعدها بنشوف فرح، ودي هتبقى نفس راي للطفلة المولودة بتراقب عقل راي في كل شيء. لكن بنشوف فرح بتتفاجئ شريكة معاها تاني وهي حزن، وهنا رايت كانت كبرت شوية وبتلعب، لكن وهي بتلعب لقت سلك قدامها، واللي كان جواها بيراقب هو خوف، وكان بارع في انه يخلي رايت سلمى انه يحافظ عليها من اي اذى، وهنا نبهها فعلا انها تنتبه وعدت من فوق السلك وفضلت تجري، لكن وهي بتلعب مامتها اخدتها علشان ميعاد الاكل بتاعها، وهنا باباها بيقدم لها بروكلي علشان تاكل، لكن جت جواها اشمئزاز وهي المسؤولة عن ابعاد رايت عن التسمم، لكنها لما لاحظت ان بروكلي نفرت منه فبالتالي ادت اشاره لرايت انها ترفضه. طبعا بابا رايت اتضايق جدا وقال لها لو ما اكلتيش يا رايل مفيش لعبه. هنا جو رايل غضب اتضايق جدا وهو المسؤول عن انصاف المشاكل، اتعصب وقال انه مش هياكل منه الا لما تاكل انت منه يا بابا. وهنا غضبت رايل وعبرت عن غضبها بصوره، لكن باباها ضحك عليها وعمل لها لعبه طياره بالاكل علشان تاكل. وبعدها بنشوف فرح وهي بتعرفنا عن حزن، وهي طبعا اللي كانت مسؤوله عن حزن وعياط رايل. وهنا بنشوف فرح وهي بتطلع ذكريات رايل وبتحكي ان اهم ذكرى ليها لما سجلت اول هدف في لعبه الجولف. وهنا فرح واصحابها وهم بيتكلموا عن كل ذكرى مفضله في حياه رايل بتفرق معاها، ومن ضمنها جزيره الهوكي. وهنا كانت رايل باباها بيجري وراها وهي خارجه من حمامها وبيلعب معاها. وبعدين فرح كانت بتحكي عن ذكرى الصداقه، وبعدها ذكرى الصدق، وكل ذكرى رايل ليها موقف معاها، وبعدها ذكرى للعيله. وبنشوف رايل وهي وسط عائلتها، وهنا رايل كانت بتلعب في بيتها وبتتشافى، وهنا كانت رايل بترسم، بعدها راحت تلعب على الجليد مع اسرتها. وكبرت رايل وكانت مع صديقتها بتشرب مشروب مثلج، فكل الحواس جواها اتجمدت. وهنا كانت رايل في اوضتها وباباها ومامتها بيودعوها علشان ميعاد النوم. وهنا فرح جوه عقل رايل بتقول لاصحابها انتم اجتهدتم وعملتم شغل كويس جدا، وبتطلب منهم ينقلوا الذكريات لمكانها، وبتعرفنا ان رايل حاليا عمرها 11 سنه. بنشوف بعد كده فرح هي واصحابها وهم جوه عقل رايل بيكتشفوا ان رايل واهلها عزلوا. وهنا رايل كانت بتتفرج على المدينه اللي هتتنقل ليها هي واهلها، وطبعا فرح كانت بتراقب عقلها وبتوصف جمال المدينه. وطبعا بنشوف المدينه زحمه، فمشاعر الغضب عند رايل انفعلت، اما مشاعر الفرح فبتقول اننا قدمنا وقت اننا نتخيل بيت رايل هيبقى شكله عامل ازاي. وبنشوف رايل وهي بتنزل من عربيه باباها وبتشوف البيت الجديد، لكنها بتتصدم ومجموعه مشاعرها بتتصدم، بس فرح قالت يمكن هو كويس من جوه. وبتدخل رايل جوه البيت وكانت قرفانه منه جدا، وهنا عقلها ومجموعه مشاعرها اللي جواها بقت تتكلم وعملت دوشه على انهم مش عايزين رايل تقعد هنا، بس اللي حلت الموضوع هي فرح وابتدت تنظم الاوضه شكلها هيبقى عامل ازاي. وطبعا رايل سمعت لعقلها وابتسمت وقررت تنفذ الفكره. وهنا بتنزل لقت باباها ومامتها بيتكلموا وبيبتدوا يروقوا البيت. وهنا دخلت رايل مع باباها وقررت انها تروق معاه وفضلت تلعب معاه، لكن هنا جاله اتصال تبع شغله فاضطر انه يمشي ويسيبهم. وطبعا المشاعر جوه عقلها اشتغلت وحزن قالت ان بابا ما بقاش يحبنا، ولكن كالعاده فرح حبت تصالح الموقف وشتتت انتباهها عن الموقف، وحضرت في ذهنها انها شافت مطعم بيتزا فاقترحت على مامتها انهم يروحوا. هناك هم راحوا لقوا نوع بيتزا، وهناك هم راحوا لقوا نوع بيتزا واحد عليها بروكلين. وطبعا المشاعر جوه عقلها كل واحد برد فعل مختلف. وهنا مامتها كانت مستغربه جدا من نوع البيتزا، لكنها قالت لها ممكن يكون تقاليد سان فرانسيسكو. بعدها مامتها فضلت تتكلم معاها وتعيد الذكريات، وهنا افتكرت رايل ذكرى لما كانت بتتصور مع باباها، لكن فجاه اتضايقت رايل لان حزن كل شويه تلعب في ذكرى معينه. بعدها فرح لقت سلالم قدامها فاقترحت في ذهن رايل انها تتزحلق على السلم، لكن فجاه وقعت. وهنا حزن لعبت في ذكرى عند رايل، وطبعا فرح قالت لها انت عملت ايه؟ بعدها رجعت تاني لرايل تتزحلق، اما فرح فقالت لحزن اوعي تلمسي اي ذكرى مركزيه لانك لو مسكتيها مش هترجع تاني. وهنا اعتذرت حزن وقالت لها ان المشكله مش فيا انا، لكن فرح حاولت تقنعها انها ممكن تشوف حاجات مفرحه او تدور ان كل مشكله ليها حل، وفضلت تقول لها على وسائل كتير تعمل بيها. وهنا سالتها ايه الحاجه المفضله بالنسبه لك؟ قالت لها حزن لما بكون بره. هنا فرح قالت لها يعني مثلا لما بنخرج في الامطار؟ قالت لها حزن ان الجزمه بتتبل وبنبقى حاسين بالبرد. وفضلت تعيط. وهنا فرح ما كانتش لاقي حلول معاها وبتفكر تدفنها بسبب مرحله البؤس اللي هي فيها، فاقترحت فرح على حزن انها تقرا كتاب هيفرق معاها جدا، وسابتها ومشي. وهنا بنشوف رايل وهي بتنادي على مامتها وباباها
علشان رايحة تنام، لأن هم معودينها إنهم يحكوا معاها قبل ما تنام. طبعا بتطلع مامة رايل وبتحكي معاها وبتقولها إن باباها جاله تليفون وإن عربية الأساس هتتأخر، وهنا طبعا مشاعر رايل كل واحدة بكلمة وكل ده بيأثر على انفعالات رايل. لكن مشاعر رايل بتتفاجئ إن والدتها بتشكرها، لأنهم رغم الضغط دي هي كان السند ليهم ومستحملاهم. وهنا طبعا رايل كان رد فعلها ابتسامة في وش مامتها، وبعدها مامتها ودعتها علشان تنام. أما فرح فودعت صحابها للنوم وقالت لهم أنا هتولى مرحلة الحلم، وابتدت تتولى مهمة أحلامها. فبتراقب لقيت مواقف كتير مختلطة وابتدت تتولى مهمة أحلامها فبتراقب لقيت مواقف كتيرة مختلطة بتضايقها في حلمها، فقررت إنها تغير ده وجابت لها ذكرى قديمة وهي بتتزحلق على الجليد مع باباها ومامتها، وبعدين ابتدت تتزحلق لوحدها وكانت بتعمل رقصة الجليد، وبنشوف فرح وهي بتتفاعل معاها. وهنا كانت رايل بتفطر كورن فليكس لأنه كان أول يوم في الدراسة، وبنشوف فرح وهي متحمسة جدا بأنه أول يوم في الدراسة وكانت حابة اليوم ده هيبقى مميز عند رايل، فطلبت من كل المشاعر ووظائف كل واحد هيقوم بوظيفة الشكل. وبنشوف رايل وهي رايحة مدرسة ومامتها بتودعها، لكنها عرضت عليها انها توصلها بس رايل رفضت وودعت باباها ومامتها وفضلت تلعب معاهم قبل ما تمشي. بعدها بنشوف رايل وهي داخل المدرسة بتاعتها وكانت خايفة في الاول، لكنها كانت متحمسة في خوف شجاعة. وهناك في الفصل فرح شافت بعض بنات معاها في الفصل وقالت تتخليها تتعرف عليهم، لكن اشمئزاز قالت لها لازم يكونوا هما اللي معجبين بيها ويتكلموا معاها. وهنا دخلت المدرسة وعرفت الفصل على زميلتهم الجديد وطلبت من رايل انها تحكي عنها حاجة، وهنا حكت عن بلدها اللي كانت فيها وكانت بتخرج كل اجازة للبحيرة، لكن فجأة حزنت. فطبعا حزن الغبية مسكت الذكرى المركزية وفرح قالت لها انا نبهتك قبل كده لكنها اعتذرت. فضلت حزن تلعب في الذكريات المركزية، وهنا كانت رايل بتبكي والمدرسة قالت لها ان عارفة انك تسيبي بيتك صعب جدا، اما فرح فبتحاول تروح تنقذ الذكريات المركزية ومعاها حزن، لكن حزن بتقولها انك لازم تكوني موجودة دلوقتي في المركز لان رايل مش هتبقى فرحانة من غيرك. فطبعا فرح بتحاول انها تجري علشان تلحق تكون موجودة هناك. فبنشوف هنا مامة رايل وباباها هما بيتكلموا، لكن رايل كانت ساكتة وتصرفاتها غريبة واللي لاحظ ده خوف. وطبعا اشمئزاز قالت لهم علشان فرح مش موجودة، لكنهم اقترحوا عليها انهم يقوموا بدورها لحد ما تيجي، بس اشمئزاز اتنرفزت وقالت لهم صعب لان احنا مش سعداء. وهنا قررت مامة رايل تقترح ملاهي على رايل يروحوها، فطبعا غضب وخوف خلوا اشمئزاز تعمل وظيفة فرح. فردت رايل قالت كويس جدا بس بطريقة غريبة، وهنا خوف قال لاشمئزاز انت قلت لها كده ليه؟ قالت لها لان مش فرح. فمامة رايل حست ان بنتها فيها حاجة غريبة، فمشاعرها قالت لها اساليها عند دراستها، وهنا الخوف كان بيتحكم في رايل فقالت لها مش عارفة اوصف. بس مشاعر مامتها نبهتها انها تستشير جوزها، لكن بنلاحظ ان مشاعر جوزها وعقله كان مشغول بماتش رياضي، لكن مشاعر انتبهت ان مراته بتكلمه. فطبعا مشاعر مامة رايل نبهتها انها توصل لها اشاره ثانيه، فمامة رايل شاورت بطرف عينيها على بنتها، وهنا الزوج انتبه وساب بنته عن يومها المدرسي. فمشاعر الغضب اتحكمت وردت رايل انه كويس. فطبعا مشاعر بابا رايل اتحكمت فيه وقال لبنته انك مش عجباني تصرفاته، فمشاعر الغضب اتحكمت في رايل وقالت له مفيش مشكله وطلبت منه انه يسيبها. وهنا مشاعر حكمت على باباها انه يتعجب قبل تصرفاتها، فانفعلت رايل وطلبت منه يسكت. فهنا والدها اتعصب وامرها انها تطلع اوضتها، وبنشوف رايل وهي بتقفل باب اوضتها عليها. بنشوف مشاعر الفرح والحزن هما بيحاولوا يرجعوا للمقر المركزي بس الطريق كان صعب. وهنا فرح كانت هتقع وذكرى هتقع لكنها لحقتها. اما رايل فكانت في اوضتها نايمه، وبيدخل باباها وبيطلب منها انهم يتكلموا وبيحاول يلاعبها زي الاول، لكنها ما كانش لها اي تعبير. وبنشوف جزيره الزرافه وهي بتنهار وفرح وحزن بيجروا وبيحاولوا يهربوا. بعدها حزن قالت لفرح ان كده ذكرياتها مع الاهل وقعت، احنا ممكن نعالج ده. وهنا رايل باباها لما حس انها مش كويسه عرف انها محتاجه للنوم وسابها ومشي. اما فرح فالامر رجع لها تاني وعرفت انها ممكن ترجع من طريق جزيره الصداقه، وابتدت تحفز حزن على ده. لكنهم هم ماشيين في الطريق تعبوا جدا وابتدوا يحسوا انهم ماشيين في طريق غلط، لكنهم قابلوا هناك العمال المسؤولين عن مسح الذكريات، وحصلت بينهم مناقشه على مسح ذكريات معينه عند رايل. وبنشوف رايل وهي بتتكلم مع صاحبتها بتسالها عن المكان الجديد، وابتدت تحكي لها عن المباراه الجديده اللي لعبوها ووريتها الصور. فبنشوف مشاعر الغضب وهي تتحكم فيها وبتقول لها انها لازم تقفل الشات دلوقتي. وهنا بنشوف فرح وهي بتسال العمال عن المقر الرئيسي، لكنها بتلاحظ فجاه ان جزيره الصداقه بتنهار. طبعا فرح ما كانتش مصدقه، لكنها لاحظت فيل هناك وفضلت تنادي عليه، وهناك عرفته انها عارفه وانه دايما كان بيحب يلعب مع رايل، لكنه قالها انه نسيته واصبح ذكريات. بس فرح وعدته انها لما ترجع للمركز الرئيسي هتفكر رايل بيه، وطبعا فرح جدا وادها جراب تحط فيه ذكريات. فسالته عن طريق المقر الرئيسي، لكنه اقترح عليها انهم يركبوا القطر الافكار لانه اسرع الطريق.
وبيروحوا هناك. بس حضنة نبهتها انها قرأت عنه وانه خطر جدا، لكن فرح قالت لها النصر على طريق واننا لو مشينا الطريق تاني هنتأخر. وهناك في مدرسة رايل كانت ماسكة الاكل وما بتتكلمش مع حد وبتقعد لوحدها. وهناك بنشوف حزن وفرح هما مع الفيل وبيروحوا علشان يركبوا القطر، لكنهم بيدخلوا في مكان خطر، هو مكان بيحولهم لاجزاء، مكان فيه 3 مراحل جزئيات وعلى اشكال، بعدها بيخرجوا لكنهم مش بيلحقوا القطر. وهنا سألته فرح القطر التاني بيوصل امتى، لكنه ما كانش يعرف. وهم هناك لفتت انتباههم مدينة الخيال فدخلوها، وهناك لقوها متقسمة لمدن، مدينة الجوائز ومدينة الغيوم. بعدها راحوا مدينة الالعاب وقابلوا هناك صديق الخيال واتعرفوا عليه. وبنشوف رايل وهي ومامتها بتكلمها وكانت بتستعد للعب رياضتها وهي الهوكي، وبتدخل رايل بتلعب لكنها ما كانتش عارفة تركز وخايفة فوقات، فطبعا مشاعر الغضب متسرعة فخلت رايل تتنرفز وتسيب اللعبة وتمشي. وهنا مامتها بتكلمها لكنها قالت لها انها تكون كويسة وخير. بنشوف فرح وهي في مدينة الخيال لكنها لقت ان جزيرة الهوكي بتنهار، وهنا حزنت لانها عارفة ان رايل استحالة تبعد عن الهوكي، فطلبت من الفيل ان يوصلها لمحطة القطر، لكنه بيلاقوا مدينة الحلوة بتنهار. طبعا الفيل كان حزين جدا للي حصل، ففكرت فرح انها تخرجه وتضحكه، لكن لا حياة لمن تنادي. فجت حزن وفضلت تتكلم معاه، وهنا فرح قالت لها انه هيحزن اكتر، لكنه فضل يبكي وبعدين فاق واللوم على محطة القطر. وهناك ركبوا القطر وكانت فرح فرحانة جدا انها اخيرا هتعرف ترجع لحياة رايل تاني. اما رايل فكانت مروحة من التمرين مشاعر الغضب متملكها، وبنشوف مشاعر الخوف وهي بتستقيل، لكن الشمئزاز فهمته ان المشاعر ما ينفعش تستقيل، وهنا مشاعر الغضب بتحاول انها تتصرف علشان المشاعر والذكريات ابتدت تنهار. وهنا فرح وحزن كانوا راكبين قطر الافكار لكن القطر وقف، وهنا سالت فرح السواق عرفها انها استراحة، وطبعا كانت معترضة انها تقعد كل ده، لكن حزن طلبت منها انهم يقعدوا في استراحة الاحلام. وهناك دخلوا وفضلوا يتفرجوا، وهنا طلبت من رايل انه يخلي باله من الذكريات اللي في الشنطة، وخطر على بال فرح انها تدخل المكان الخاص بالاحلام ويصنعوا حلم كويس لرايل. وبنشوف المشاعر المسؤولة عن الاحلام وهم بيتكلموا وبينظموا الاحلام، لكن فرح بتدخل وبتعمل حلم مضحك لرايل، فحزن بتتدخل وفرح بتقول لها انك كده بتفسد الحلم. وطبعا المشاعر المسؤولة عن الاحلام انزعجت جدا فبلغت شرطة الاحلام وقبضت على روني الفيل، وطبعا هنا فرح انهارت لانها كده فقدت الذكريات المركزية لانها مع روني، وقررت فرح انها تروح هي وحزن علشان يجيبوا الذكريات من شرطة الاحلام، لكن الشرطة بتمسكهم وبتدخلهم جوه. وهناك وهم جوه كانوا خايفين، لكنهم لقوا روني عن طريق اثر الحلويات اللي مرمية على الارض. راحت فرح واخدت منه شنطة الذكريات وهربته، لكنهم هم خارجين صحة البلياتشو الضخم اللي جوه وقالت له ان في عيد ميلاد تعالى ورانا، وكانوا خايفين منه بسبب ضخامته وبيجروا هو وراهم. وبنشوف مشاعر الاحلام وهي بتعمل حلم، فبيدخل البلياتشو فبتفوق رايل، وفرح بتقول انها تجري تلحق القطر هي واصحابها، وبيلحقوا القطر فعلا وبيركبوه. اما رايل ففاقت من النوم وكانت مشاعر الخوف مسيطره عليها جدا، لكن مشاعر الغضب قررت انها تتصرف وخلت رايل تفكر انها تاخد باص وتسافر. وهنا بتكرر حزن وفرح كانوا في القطر وبيفكروا ازاي يرجعوا الفرح لرايل من تاني. اما رايل فمشاعر الغضب دفعتها انها تروح تاخد فلوس من شنطه مامتها من غير ما تحس علشان تسافر. وهنا فرح كانت في القطر ولكنها لقت جزيره الصدق بتنهار وبتقع، وهنا عرفت فرح باللي بيحصل مع رايل. هناك رايل كانت بتحضر شنطتها لكن مشاعرها كانت مضطربه وفي جدال مع بعض، وبنشوف حزن وهي بتطلب من فرح انهم يسرعوا لانه ممكن يوقفوها ويلحقوها. اما رايل فماسكه شنطتها ونازله، وفي التوقيت ده كان حزن وفرح بيجروا لكن الجزيره كانت بتنهار بيهم، لكنهم ما استسلموش وحاولوا. اما رايل فكانت ماشيه ووالدها ووالدتها بيودعوها انهم يشوفوها بعد المدرسه، وفي نفس التوقيت كان حزن وفرح بيجروا والجزيره بتنهار، لكن فرح هنا اعترضت على حزن وقالت لها انت بتقلق ولو مسكت الذكريات المركزيه هتفضل طول عمرها حزينه وانا عايزاها مبسوطه، وسابتها ودخلت جوه الانبوبه لوحدها، لكن الانبوبه وقعت بيها وفرح وقعت جواها. اما رايل فكانت ماشيه في طريقها، وفي نفس التوقيت كانت فرح ماشيه لكنها كانت بتحاول، وهنا راني بيفوقها وبيعرفها انها وقعت في النسيان، ففضلت تمسك ذكريات رايل وتتفرج عليها، لكنها خطر على بالها فكره انها تركب عربيه وتطير بيها في الهواء علشان توصل، ووقعوا لكنها حاولت تاني علشان توصل لرايل، ووصلت لحد ما وصلت للقمه، وبعدها لقت راني انه اختفى وحزنت عليه جدا، وهنا كانت مامة رايل بتدور عليها ما لقيتهاش واتصلت عليها، لكن مشاعر الغضب خلتها ما تردش على التليفون بتاع مامتها. اما فرح فضلت تدور على حزن لحد ما لقيت. وهنا شافت فرح الصديق الخيالي وعملت منه كذا نسخه علشان تعمل له جسر وتعدي عليه للمقر الرئيسي بتاعهم. اما رايل فكانت جوه الباص بتاعها بتفكر، وبعدها فرح قالت لحزن ان رايل محتاجاكي وقررت انها تتحكم في مشاعرها. فبنشوف رايل وهي بتقرر ترجع وبتفضل ماشيه، وفي نفس التوقيت باباها ومامتها كانوا بيسالوا عليها في التليفون بس اتفاجئوا بيها انها راجعه. اما فرح فقررت انها تدي الذكريات المركزيه لحزن تتحكم فيها براحتها، وفعلا حزن اخذتها وابتدت توزعها. وهنا رايل ابتدت تفتكر ذكرياتها كلها وعيطت
ردت وفضلت تعبر لأهلها عن مشاعرها وتحكي لهم هي مفتقدة ايه، وهنا أهلها حاولوا يحتووها وفهموا هي حاسة بايه، وهنا مشاعر كانت فرحانة ان جزر الثواب رجعت تاني عند رايل، وهي الصدق والصداقة والعيلة. اما ماما رايل فكانت بتشجع بنتها هي وباباها وبتقول انه شخص كويس جدا ومشاعرها اللي ترجمت ده. اما رايل فلعبت اللعبة بتاعتها وهي الهوكي، وهناك قابلت شخص كان معجب بيها وكانت مشاعره ملخبطة. وبتنتهي احداث فيلمنا ورحلتنا في كوكب عالم كرتون، وما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وإلى اللقاء يا اصحابي في فيلم تاني واحداث اخرى جديدة. مع السلامة.